تجربة جديدة من تجارب برنامج سيدتي ولمحبي اللحوم والستيك 7 ريبس. احنا معاهم وحنجرب كيف نعمل الستيك على اصوله. حندخل المطبخ وحتشوفي. عبير انا بس هدوك بس خشوا معانا وشوفوا. احنا ثلاث شباب سعوديين كنا ندرس مع بعض البترول، تخرجنا نبغى نكون لنا مشروع، نبغى نبدا بدايه ثانيه نحقق انجاز. فكانت الفكره اننا نبدا مشروع، نحب الربز، بدينا نقرا عن الربز، فجاه اكتشفنا شيء جديد اللي هو البريسكت ما قد جربناه. كانت اول تحدي لنا متى نطلب السموكر، هل احنا قاعدين نطلب سموكر ونبدا فيه؟ طلبنا سموكر الحمد لله. بعدها قعدنا نجرب على اهلنا على اصحابنا يمكن لمده سنه، مره مالح مره يعني في كانت انتقادات بسيطه وكنا نعدلها يعني مع الوقت. الحمد لله يعني وصلنا، الناس كانت راضية يعني الناس اللي حولنا. بعدها كانت خطوة ثانية نشارك بإيفنت، كان تقريبا قبل سنتين شاركها بالإيفنت. كان أول يوم لنا يعني حتى ما كان عندنا أي فكرة بالنسبة للأسعار، يعني كنا أول يوم كنا نسأل معه محمود كم يبيع الربز، كان يبيع الستيك، يعني ما كان في أي ستاندر عندنا، كنا بس نشوف الناس. الحمد لله بدينا وكانت يعني تجربة مرة جميلة ومرة ناجحة، يعني خلال ساعتين تقريبا كان سولد أوت. كانت يعني هذا اليوم غير شيء كثير، قلنا لازم نفتح مطعم، لازم نبدا ناسس نفسنا. والحمد لله يعني بعدها بسنه تقريبا فتحنا المطعم هذا. قعدنا نجهز المطعم تقريبا 6 شهور، شاركنا الايفنتات لمده 6 شهور تقريبا، بدينا نجهز المطعم هذا والحمد لله زي ما انتم تشوفون يعني. والله وش يميزنا؟ اعتقد انه احنا نقدم نفسنا كمحل او مطعم متخصص في اللحوم. عشان كذا لو تلاحظون المنيو عندنا مختصر جدا، عندنا 3 أنواع: شورت ريبز لحم مدخن على حطب سمر 8 ساعات، وعندنا بريسكت برضو لحم مدخن اللي هي لحمة الصدر مدخن على حطب برضو حطب السمر 12 ساعة إلى 14 ساعة، وعندنا أخيرا ريباي ستيك. فحنا اللي ميزنا أنه نقدم لحوم ذات جودة عالية، بلاك أنجس بيف الماربلينج سكور 3 بلس، و150 ديز جرين فيد. فهذا هدفنا الأساسي، أنه حنا نستهدف الشخص اللي يعشق اللحم ويحب يجرب لحم جودته عالية ومطبوخ بالطريقة الصحيحة. طبعاً وأكيد الحين صار وقت نجرب ونشوف إيش الشغلات اللي سويناها جوا بالمطبخ. يلا. طيب أوكي، بس أنا هدوقك. طب دي كده؟ هي كده. Oh my God, Na'ma! مرة لذيذة. ممكن نتعلق؟ عبير، إيش رأيك؟ فعلياً لذيذة وناعمة. جوسي تدوب في الفم. شكرا، هذا المصطلح تدوب في الفم، لازم تجربوه زي ما احنا جربنا. هنا وعافية. وطبعا دائما ايش نقول؟ عودة لاستديو سيدتي.